تقييم رقم 6 صفحة 300 من كتاب سلاح التلميذ طلبة الصف السادس ابتدائي. حبايبي إن شاء الله النهاردة هناخد مراجعة شاملة يا أولاد من كتاب سلاح التلميذ. يلا يا حبايبي، السؤال معانا تقييم رقم 6، القيمة المكانية للرقم 8 في العدد 86,152، 86,152، عايزين نجيب القيمة المكانية لرقم 8. التمانية هنا موجودة في خانة إيه؟ خانة عشرات الألوف، هنا أحاد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، يبقى التمانية خانة عشرات الآلاف. نقط له خمسة أضلاع وخمسة رؤوس، مين هو؟ مين اللي خمس أضلاع وخمس رؤوس؟ ها؟ خماسي الأضلاع، الشكل الخماسي. طيب، برواز على شكل مستطيل أبعاده 7 سنتيمتر و4 سنتيمتر يراد عمل إطار له، عايزين نعمل برواز. البرواز اللي عندنا عايزين نعمل إطار ليه؟ أبعاده 7 سنتيمتر و4 سنتيمتر. فطول الإطار ده اللي هو إيه؟ الخط اللي هيحوط حواليه، يعني تجمع السبعة مع السبعة وتجمع الأربعة مع الأربعة، تجمع السبعة زائد أربعة زائد السبعة زائد أربعة، كأنك بتجيب محيط المستطيل يعني. يبقى المقصود بعمل إطار له المحيط، يبقى الطول زائد العرض كل في 2، يبقى 7 و4 11، 11 في 2 ب 22، يبقى 22 إيه؟ سنتيمتر. طيب هنا نقول النقط لترات بيساوي 3000 مللي لتر، احنا عارفين ان اللتر فيه 1000 مللي لتر، يبقى 3 لتر بيساوي 3000 مللي لتر، ماشي؟ طيب مساحة الشكل المقابل، الشكل المقابل لا في سؤال قبليها عايزين نجمع العدد، ها؟ عايزين نجمع 7 أحاد، العشرات مش موجودة نحط صفر، المئات بستة، التلاتة في الآلاف، أحاد عشرات مئات آلاف، التمانية في خانة عشرات الألوف تتكتب، يبقى 83,607. طيب السؤال اللي بعده هنا مساحة الشكل، يلا نعد كده، نعد المربعات اللي عندنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24، يبقى كم مربع؟ 24. فبالتالي مساحة الشكل اللي عندي 24 وحدة مربعة. السؤال اللي بعده، 6 و12 من مضاعفات العدد كام؟ 6 و12 مضاعفات العدد 6، ومضاعفات العدد برضو 2، يعني هما جاب لك اختياراتهم، بيقول لك ال 6 و12 ينفع يتقسموا على مين في الاختيارات؟ أو مين في الاختيارات ينفع لما أضاعفهم ألاقيهم 6 و12؟ طبعا الاتنين تنفع، 2 4 6 8 10 12، يبقى الاتنين هي اللي تنفع. التمانية في 3 ب 24، اللي هي 8 الجمع التلات مرات، هو مش جايبها لك كده، يقول لك 8 زائد 8 زائد 8. تمام؟ طيب هنا طرح 2 ناقص 0 ايه 2؟ 5 ناقص 9 ما ينفعش نستلف، تبقى دي 15 ناقص 9 ب 6، و 6 ناقص 6 ب 0 يطلع الناتج بكام؟ ب 62، يبقى الناتج بتاعنا يا ولاد ب 62. طب هنا 6 في 2 زي 6 في 5 كان اصلها ايه؟ لاحظ في رقم بيبقى ثابت ورقم متفكك، يبقى الرقم المتفكك اللي هو 2 زائد 5 ب 7، والرقم الثابت اللي هو 6، يبقى 6 في 7 هي نفسها 6 في 2 زي 6 في 5. تاني بتثبت الاولين زي ما هو وتاخد الرقمين دول تقوم جامعهم مع بعض، يبقى 6 تتكتب و2 و5 7. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي 45 40 35، هنا كل مره بينقص 5. 45 40 35 30 نقص 5 منها تبقى 25. السؤال اللي بعده بيقول لي 56,429، 56,000 تبقى عامل طبق كده وطبق، تقوم كاتب هنا 56,429، يبقى انت كتبت العدد 56,429. السؤال اللي بعده بيقول لي طول الفرشاه قد ايه؟ جاب لي فرشه بيقول لي طولها كام ملي متر، يبقى تقيس وتقول لي كام ملي. هنا من صفر لحد 7 بقت 7 سنتيمتر اهي، من صفر ل 7 سنتيمتر يعني 70 ملي، لان السنتيمتر بيساوي 10 مليمتر، فاما يبقى 7 سنتيمتر تبقى 70 مليمتر. السؤال اللي بعده 50 على 35 على 5 هتعطيني كام؟ 7، يبقى الناتج ب 7. الصفحة اللي بعدها بيقول لي بدأت ريم مشاهدة برنامج تلفزيون الساعة 5، وعندما انتهى كانت الساعة 5:30 يعني 5:35. بعرفها ازاي؟ العقرب الصغير على 5 والكبير على 7، تقوم ضارب 5 في 7 دي ب 35. يبقى هي استغرقت 35 دقيقة، لأن هي كانت بدأت الساعة 7 والبرنامج خلص الساعة 5:35، يبقى هي استغرقت كام؟ 35 دقيقة، فهمنا؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي حجم السائل بتشوف وصل لحد كام هنا؟ ها؟ كم وصل؟ كم ملي؟ هنا 90 وكمان خمس شروط صغيرين يعني 95 ميم لام لام اللي هي ملي لتر، يبقى الحجم السائل بيبقى بالملي لتر. اوجد العدد الناقص
عند عشان اجيب قمة الهرم اقول 5 في 6، 5 في 6 بكام؟ 30. 30، دول كاتبينها 30. تعالوا نعمل مسائل بقى، يبقى ال 5 في 6 ب 30، او اقول 6 في 5 يديني 30، وهنا 30 على 5 يعطيني 6، وهنا 30 على 6 يعطيني 5. يبقى انت عملت ايه؟ مسائل للحل بتاعك للهرم اللي قدامك، فهمته؟ سهل الهرم. طيب توفر امنيه 8 جنيهات في الشهر، فكم جنيه توفره 7 اشهر؟ 7 اشهر، يبقى هضرب ال 7 في 8، يبقى هجيب ال 8 في 7 اللي هي عباره عن ايه؟ ال 8 تتجمع 7 مرات او ال 7 تتجمع 8 مرات. يعني امنيه هتجمع ال 8 جنيه دول 7 مرات، اللي هي 7 في 8 بكام؟ ب 56 جنيها. يبقى توفر امنيه في الشهر الواحد 8 جنيه. بتحوش كل شهر 8 جنيه او توفر يتبقى معاها في الشهر 8 جنيه. يبقى في 7 اشهر او 7 في 8 ب 56 جنيها، تمام؟ السؤال اللي بعده يا اولاد بيقول لي اقسم مستطيلا مساويا للمستطيل المرسوم في المحيط ومختلفا عنه في المساحه. يا اولاد انا عشان ارسم زيه في المحيط لازم احسب المحيط اللي موجود الاول. طب المحيط بجيبه ازاي؟ بقول له الطول زائد العرض كل في 2. هنا الطول كان 1 2 3 4، الطول ب 4 وحده الطول، والعرض كان ب 2 وحده الطول، تمام؟ يبقى المحيط بتاع المستطيل اللي معايا كان بيساوي 4 زائد 2 في 2، 4 و2 6، 6 و2 كام؟ 6 في 2 بكام؟ ب 12، يبقى 12 وحده الطول، ده محيط المستطيل اللي قدامي. انا بقى عايز ارسم محيط ايه؟ ارسم مستطيل تاني، بيقول ارسم مستطيلا مساويا للمستطيل المرسوم فين؟ في المحيط، يعني لازم ترسم مستطيل يبقى زيه في المحيط ومختلف عنه في المساحه، يعني الشكل مختلف يعني. طب نعملها ازاي؟ بسيطه. بص انت بتشوف ايه؟ الطول والعرض، نجيب نص المحيط كده، نص المحيط اللي هو 12 ده كام؟ 6. هات رقمين تانيين غير الاربعه والاثنين مجموعهم 6. اقول تاني بطريقه جميله، تاني بطريقه جميله. اما تجيب مستطيل مرسوم وعايز ترسم مستطيل زيه في المحيط تعمل ايه؟ تجمع الطول والعرض، الطول والعرض مجموعهم 6. هات رقمين تانيين مجموعهم ب6 بس مش 4 و2. ها ناخد كام مثلا؟ كام وكام يديك 6 غير الاربعه والاثنين؟ 3 و3. يبقى انا ممكن اخد 3 و3 صح؟ او صفر صفر اهو، 1 2 3. يبقى انا بحط نقطه واعد من بعدها، 0 1 2 3، 0 1 2 3، ونقوم ايه راسمين الشكل بتاعنا اهو. طلع مربع محيطه قد كده. عندك الضلع كام؟ 1 2 3 وليه 3 ولا 3 ولا 3، 3 و 3 6، 6 و 3 9، 9 و 3 12 صح؟ طلع زيه في المحيط. طيب تعال نجيب بقى المساحة بتاعته. ها المساحة بتساوي الطول في العرض، ده مربع مساحة الطول ضلع في نفسه، يبقى المساحة هنا تبقى 9 وحدة مربعة، إنما هنا المساحة هتضرب الطول في العرض يبقى 2 في 4 ب 8 وحدة مربعة. فهمتوا كده الدرس؟